يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ الاخبار لايف العصريه المعتاد اللي بنعمله دايما. كان في اخبار كتير الفتره اللي فاتت، امبارح ما تاخرنا عليكم، بس خبر بن شرقي كان الخبر الاهم. ناس كتير جدا كانت بتتك علينا، فين يا سانتياجو؟ ليه مش بتتكلم عن خبر بن شرقي يا سيدي؟ فينك يا عم بتاع؟ وناس تانية أهلاوية بقى طبعا تانيين، ده بقى النقطة تانية. ايه يا عم، انت كنت ايام موسيماني بتتكلم كل يوم، مش معنى دلوقتي ما بتتكلمش. اولا خلينا في نقطة ليه ما بتتكلمش، وكنت بتتكلم في نقطة موسيماني. نقطة موسيماني هو مدرب متعاقد، مازال عقده ساري، والاهلي اطاح بالراجل او شركة الكورة يعني سنت سنانها للراجل واطاحت بيه وعملت عليه حرب اعلامية كبيرة جدا لحد ما اطاحت بيه نهائيا، وقت ما كان هو مازال متعاقد وعقده لسه متعاقد. تمام. الفرق بينه وبين بن شرقي، اللي بن شرقي حتى لو الراجل خلص، هو الراجل بيخلص عقده، يعني حتى لو التويتة او البوست اللي اتكتب، يعني لو البوست فيه اي حق باي حاجة، وهنتكلم في النقطة دي دلوقتي، دي نقطة معينة توضيحية قبل ما نتكلم في الكلام كله. حتى لو البوست ده فيه حق باي شيء، هو ده الطبيعي، بن شرقي خلص عقده، فمش ايه الغريب في كده؟ يعني ايه الغريب في كده؟ انا هتكلم في نقطة بن شرقي على طول، ما انا ده الدخلة. بس ايه الغريب اللي بن شرقي يكتب؟ مفيش حاجة غريبة اللي احنا نتكلم فيها اصلا. راجل حتى لو بيودع جماهيره، حتى وخلاص عقده خلص فمشي، لكن ايه الغريب اللي ما كانش غريب في نقطة موسيماني؟ هو الحرب اللي كانت من لجنة الكورة كانت عليه، اللجنة الكورة اللي دلوقتي كمان بتدير الموضوع بعشوائية كبيرة جدا، اللي ما مش لاقية بديل. اللي انا بقول لك، انا لو راجل اهلاوي دلوقتي، ازاي انت كنت بتطفش الراجل وبتعمل عليه حرب الضروس دي، وانت في نفس الوقت ما انتش عارف هتجيب مين؟ واختيار ملف الاهلي بيدار بعشوائيه غير طبيعيه، واللي مش شايف كده طبعا هم الناس بتوعته اللي بتقول سمعا وطاعا يا مولاي في كل حاجه، لكن اختيار ملف الاهلي بيدار بشكل عشوائي. كل يوم بتسمع مدرب جديد، بتسمع مدرسه مختلفه عن المدرسه اللي كانت قبلها، كل يوم بتسمع حاجات، يعني معنى كده ان مفيش مدرسه، يعني مفيش استراتيجي للموضوع من الاول ولا اي حاجه. فانت مشيت الراجل بدون اي استراتيجي، انت مشيته عشان انت عنيد فقط عند الناس اللي معاه. زي في احد الحاجات المثاره دلوقتي بين شخصيه فنيه يعني، والجو ده انتوا عارفين الموضوع كله عند، بس مش اكتر، حتى مش حب ولا اي حاجه. نفس الكلام، احنا هنمشي ده يعني هنمشي ده، فمشيته. المهم خلينا نتكلم في بن شرقي بقى. ليه ما اتكلمناش ده بقى بالزمالك؟ لان كان انا او اقول لك اهو، ما كانش معايا معلومه، وده نادر لحد من الناس بتعمل يعني بتعمل فيديوهات او بتتكلم في الكوره او بتتكلم في الصحافه او بتتكلم في اخبار تقول لك كده. ما كانش معايا معلومه، بس انا فعلا ما كانش معايا معلومه، لاني ما قدرتش اوصل للمصدر اللي هو بن شرقي، ولا للنادي اللي هو امير مدير الكوره في الفتره لحد قبل ما اكلمكم انا ولا وصلت اللي كنت لحد النهارده الصبح، ما كنتش وصلت ولا للمصدر ولا للنادي الزمالك. فازاي هطلع اقول لك اي حاجه؟ ازاي؟ فاحتراما ليك قبل لنفسي كمان، واحتراما ان انا ما بقولش اي كلام واكتب لك، وكان وقتها بقى ترندات وبتاعات ومش عارف ايه، وعادي قشطه اطلع لك في وقت الترند السخنه اقول لك شويه اي كلام. زي يعني في احد الاعلاميين امبارح قال لك ممكن يقعد وممكن يمشي وممكن يكمل وممكن لا يكملش وممكن يقعد ل 30/8، فهو كده قال لك كل الكلام. طيب وصلت لايه بقى لما وصلت الاخبار؟ في الاخبار زي ما انتم فاهمين اللي بتتقال، وفي الاستنتاجات. الاستنتاج اللي عندي لما انا فهمت من اداره الزمالك ده الاكثر، وحتى بن شرقي لما قدرت المس كده مع حاجه، ان الموضوع نكش. يعني ايه نكش؟ لا لسه فيها بن شرقي ممكن يكمل مع نادي الزمالك، ممكن يكمل مع نادي الزمالك. الموضوع ده كان نكش عشان اداره الزمالك تتحرك بشكل قوي، ويبقى في ضغط اسرع، النادي الزمالك يوافق على كل مطالب بن شرقي المالية، اللي هي فيها بعض المطالب المكحفة بصراحة وكبيرة، ولكن يستطيع نادي الزمالك برضه. هل نادي الزمالك عنده رغبة في تجديد اللاعب ولا لا؟ اللاعب الوحيد في الناس اللي عايزة، اللاعب الوحيد في اللعيبة اللي أثير عليها جدل الفترة اللي فاتت، اللي رغبة إدارة نادي الزمالك عايزة تجدد معاه وعايزة يبقي، هو بن شرقي. حتى في الحديث مع الناس اللي بتشتغل كرة في نادي الزمالك، اللي بتشتغل كرة في نادي الزمالك على المحترفين اللي كانوا جايين، كانوا دايما بيقولوا أربعة وبن شرقي، دايما بيتقال أربعة وبن شرقي. فبن شرقي باقي، إدارة الزمالك عايزاه يبقى، عشان يبقى الكلام صح يعني، إدارة الزمالك عايزاه يبقى، عندها الرغبة إن هو يبقى، واللاعب عايز يقعد بس عايز فلوس كتير. فإدارة الزمالك عليها بقى تعمل حل، لأن مش كل لعيب
ودي برضو نغمة قلنا اتكلمت انا فيها من 3 ايام. حوار الناشئين، الناشئين غلط غلط. الناشئين تزق بيهم تلعب بيهم 4-5 ماتشات، يطلع الجيد منهم يكمل، واللي نص نص يطلع اعراض، اللي فاكر بقى اللايف من غير معايد كتير. إدارة الزمالك عندها رغبة كبيرة اللي بن شرقي يقعد، وبن شرقي عنده رغبة اللي هو يقعد، ولكن اللي هيبقى عائق في الموضوع ده المال. ومحدش يقول لي أصل هو لازم يستغنى، هو ساب الوداد ليه وجالك؟ يعني هو سايب الوداد ليه وجالك؟ بس برضه يا جماعة مش كل حاجة العاطفة تغلبنا، لازم أكيد يبقى جزء فيه عقل وجزء فيه عاطفة. نفكر بعقلنا الأول قبل ما نفكر بقلوبنا. هو ليه ساب الوداد وراح الهلال وبعدين جالك؟ هو ودادي، راجل ودادي. تمام؟ يبقى النهارده لازم نقف في نقطه ونص، لازم نادي الزمالك يبدا يستخدم حوار الاعلانات. هل اشرف بن شرقي يا جماعه، وكان قبله فرجاني ساسي، وعندنا دلوقتي شيكابالا وغيرهم بقى من اسامي كتير، مش نجوم تعمل اعلانات؟ مستحيل يا جماعه، لازم تجيبوا اعلانات للناس دي. وبدل ما تديله نادي الزمالك بيبقى شايف اللي هو لو اداله كتير قوي هيبوظ الفرقه بتاعه والكلام من ده، ماشي ممكن يبقى مظبوط في الشكل الاداري، هات له اعلانات، هو لعيب بيجيب اعلانات، هات له اعلانات. فين المعلومه؟ هو حد بيقول لي انت كده يا احمد مفيش معلومه، انا بقول لك رغبه اللاعب فعلا. المعلومه اللي جات لي اللي اللاعب لا لسه مفيش عقد في 30/6 في ايده. المعلومه هنا اهي، هقول لك انا المعلومه، مفيش عقد في 30/6 في ايد بن شرقي، مش مخلص مع حد. ده المعلومه، نادي الزمالك عنده رغبه اللي هو يكمل. المعلومه اللي في مشكله ماليه كبيره، نادي الزمالك اداريا شايف اللي لو هو دفع كل رغبات بن شرقي لو ليه شيء قبل 30 اغسطس هيتعاقب ولا لا. في اقاويل بتقول هيتعاقب وفي اقاويل بتقول مش هيتعاقب، بس خلينا نقول لو اللاعب معاه عقد هيمشي 30/6، بس عشان نبقى من الاخر، لو اللاعب معاه عقد لانه مش هيقعد معاك، ايه اللي هيخليه يقعد معاه؟ يعني هو ايه اللي هيخليه يقعد معاه؟ يعني ده السؤال. لو فلذلك ده برضو احد الدلالات اللي هو ما معهوش عقد. لازم جمهور الزمالك يضغط على ادارته بحد. هو البوست مكتوب علشان فعلا يبقى في ضغط جماهيري، ولكن بحد ايه؟ اضغط ووصل الموضوع لاكبر طاقه ممكن نادي الزمالك يوصل لها. ولكن فكره اللي انا كل شويه هقول اصل هكمل بالناشئين واصل احسن، لا مفيش الكلام ده، ده مش بونا كوره، ده تفريغ. لازم الراجل ده بالاخص يجدد لراجل ارقامه جيده مع نادي الزمالك. خلاص بقى كميتنا بالظبط، لاعبنا حل مهم جدا، بقى مصري اكثر منه اجنبي، داخل في كميه الفرقه، كل الكباتن الكبيره في الفرقه بتحبه وعايزاه يكمل وبتكلمه اللي هو يكمل. فدي حاجه مهمه جدا. لما النهارده انت النهارده بقى ده بقى كلامنا، ده بره الاراء. النهارده 2 مليون 3 مليون دولار اللي انت اللي هو مثلا اي ما يكون الرقم اللي هتروح تدفعه في اتنين يا سيدي، مش واحد، ممكن الاتنين يفشلوا، لكن انت معاك لاعب خلاص بقى في كميتك، لازم تحافظ على الفكره دي. طالما اللاعب عايزك، يا طالما اللاعب عايزك لازم تحافظ على الكيمياء دي. لكن الناس التانية اللي احنا كنا بنتكلم فيهم دايما، اللي كنا بنتكلم عليهم دايما او كنا بايعينهم، هم بايعيننا من الاول، ناس بايعيننا، هم ناس بايعيننا. فانت لازم تحافظ على لاعب مهم في الفرقه زي ده، مهم جدا كمان، مش مهم في الفرقه، احد اهم لعيبه الفرقه. ودايما الكلام اللي انا كنت دايما اقوله عليه، جات له فتره بس كانت سيئه جدا من مباراه الوداد لما تحت، لكن قبل ما عدا الفتره دي، فتره مباراه الوداد لما تحتها من المباريات، دايما كنت اقول الجمله الشهيره بتاعت وهو وحش حلو، اشرف بن شرقي وهو وحش حلو. فيريرا فين من الحوارات؟ فيريرا ملوش دعوه، فيريرا ماله مال الحوارات ده، هيعمل ايه؟ هيجيب فلوس من جيبه؟ فيريرا ماله يا ريس مال الكلام ده؟ فيريرا ملوش علاقه خالص بالقصه دي، لان فيريرا هيقول لهم انا عايز اشرف يجدد، جددوا له في فلوس او لا، بس هو ماله بس. فهو بدا يشد حيله فعلا في الملعب، وبدا يبقى اقوى في الملعب، وده حاجه هتفرق مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا، خاصه كمان اللي القائمه الاوليه بتاعت افريقيا لازم اداره الزمالك ما تنساهاش، وجود لاعب زي اشرف بن شرقي في القائمه الاوليه طبعا مهم جدا. فالكلام هو واضح وصريح لاداره الزمالك، لا اشرف بن شرقي لاعب مهم جدا، وتقدر لو انت حتى مش هتدفع الفلوس تقدر تجيب له حمله اعلانيه. ده الموضوع سهل، المفروض ب 3 جنيه تسويق تجيب لاشرف بن شرقي اللاعب المغربي اللي عنده جماهير في المغرب وعنده جماهير في مصر، وراجل شكله كويس وشكله حلو وبيلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك وهداف وكل حاجه، يعني عنده شعبيه كبيره جدا، تقدر تجيب له اعلانات. سهل قوي يعني، الموضوع سهل قوي. يعني الموضوع لو كل حاجه بقى صعبه، طب خلاص، لما لو كل حاجه صعبه ومستحيله اي حد يمسك، هي دي الفكره. اتكلم على موضوع كاس مصر وليه الهوجه اللي حصلت امبارح، ودي مش قرعه يا جماعه، عارفين والله اللي قرعه يا فندم، لكن هي ليه قرعه موجهه اصلا؟ هي ليه قرعه ليه الزمالك ما يلعبش الاهلي؟ انا نفسي افهم يعني ايه الزمالك ما يلعبش الاهلي في دور ال 16
والثمانية ليه يعني؟ عشان ايه؟ حد يقول لي عشان البطوله تنجح ومش بطولة. طب ما ممكن تنجح اكثر وتبقى لها جماهيريه اكثر في دور الثمانيه. ما هو ماتش اصل كاس مصر ده ماتش خمس ماتشات اتلعب بقى في الفاينل. اهلي وزمالك اتلعب في دور ال 32 زيه في الفاينل. مين اللي يخليكم تفكروا كده؟ هو برضو للاسف نفس الشخص اللي في لجنه الانديه، هو اللي في لجنه المسابقات برضو، هو كان اخترع اختراعه اللي الاهلي والزمالك يبقى اخر ماتش. او الاهلي والزمالك اخر ماتش في الدوري اوقات كتيره جدا بيكون يعني المباراه بتكون ضعيفه فنيا وما بيكونش لها قيمه، وبتكون تحصيل حاصل، بتكون تحصيل حاصل. ليه؟ لان بيكون الاهلي حسم الزمالك حسم، وحصلت مع دوري فريرا نفسه كان مباراه تحصيل حاصل، وحصلت مع الاهلي اكتر من مره كانت مباراه تحصيل حاصل، فما بيبقاش ليها قيمه. نفس الاختراع الهبل بتاع ان انا اخلي الاهلي والزمالك نهائي. ما هو الاهلي والزمالك نهائي زي دور ال 32، مش هقول لك ال 8. الاهلي والزمالك لو بيلعبوا دور 32 هيبقى ماتش مهم وكل مصر بتتفرج عليه وبتتعمل. فقصه اصل ده تسويق غلط خاطئ وفكر خاطئ. فده اول خطا اللي انت عملته، اللي انت تحط الناس دي قصاد الناس دي. انا كاسماعيلي مثلا، انا مالي يا عم انت عايز؟ انا برضو نادي موجود يا جماعه. ليه بتعاملوا الانديه اللي بره الزمالك والاهلي اللي هي انديه قليله؟ انا كاسماعيلي او محل او غيره او غيره، ما انا قلت عشان التسويق والتسويق. اه لو الاهلي والزمالك لعب في دور ال 32 الماتش هيجيب 200 مليون جنيه مثلا، يعني 200 الف جنيه. ولو اتلعب في النهايه هيجيب 200 الف جنيه. يا القصه، ما هو الاهلي والزمالك هو ماتش له رونق، وبالذات بقى في مباراه خروج مغلوب او مباراه نهائيه هي هياها. هنتكلم على مباراه حاسمه يعني، الزمالك النهارده والاهلي لعبوا دور ال 16، ماتش قوي، ماتش قوي بفلوس. تسويق يا جماعه. طيب وانا بقى كاسماعيلي ادفع حق التسويق ده حتى لو هو كده؟ وانا كمحل ادفع حق التسويق ده ليه؟ وانا كمصر ادفع حق التسويق ده ليه؟ والنهارده الريبه اللي بتقول اللي بتبان عند جماهير الكره المصريه كلها، الكل النهارده لو القرعه دي يا جماعه براها اهو خالص، وانا بتكلم بهدوء وما بعملش مؤامرات ولا اي كلام. لو النهارده القرعه دي معموله قبل دور ال 32، يعني اول ما الناس عدت كده كل الفرق فقامت معموله القرعه واتعملت بالشكل ده وبنفس الطريقه، الكلام كان هيبقى كوميكس بس، لكن اكتر ولا اقل. لكن اول مره اتعمل بعد دور ال 16 دي حاجه غريبه جدا. وطريق الاهلي وطريق الزمالك يصادف بقى تكون بالامر المباشر اللي الفرق اللي كل ده اللي مخلى فيه ريبه عند الناس، اللي كل الفرق اللي عندها الاهلي مشاكل في عنده مشاكل معاها تروح الناحيه الثانيه. ما بقولش قويه ولا ضعيفه، ما بقولش قويه ولا ضعيفه، كلامك على اللي عنده مشاكل. يعني الاهلي ما بيروحش الاسماعيلي، ما بيروحش بورسعيد، ما بيروحش مش عارف ايه. البنك الاهلي بيتعادل معاه، البيراميدز فيه بقى فيه ديربي، والنهارده عندنا ماتش مهم جدا في كاس قديم بقاله 3 سنين ده، كل ده قاموا رايحين الناحيه دي. فاكيد هيحصل ريبه عند الانديه، اكيد هيحصل ريبه عند الانديه. انا كاسماعيلي لاعب الزمالك كل مره دور ال 16 ليه؟ يعني ليه يعني؟ ودور ليه؟ وبرافو عليه احمد، بيفكرني احمد احمد مو هنفي حنفي، بيفكرني بحاجه جميله جدا والله، برافو عليك يا احمد. بيقول لي اخر 12 سنه اصلا وبرده الطريق معمول، والاهلي والزمالك ما لعبوش بعض الا مره واحده في النهائي، فكاس مصر ما قفلش يعني. هو ايه يا جماعه ده؟ يعني هو ايه ده؟ اللي هو بتاع فيريرا، اللي هو فيريرا 2-0. فقصه مستفزه جدا، قصه المباراه بتبقى انت بتخلي بتفتح ريبه عند كل الانديه. سيبك يا عم من الناس اللي بتخلي ريبه للانديه اللي عندها مشاكل مع الاهلي توديها انما الناحيه الثانيه، والناحيه اهدى وتفضي الناحيه الثانيه خالص. وانت عاملها اصلا في دور ال 16 وتقعد تقول انا هرد على الناس بمنطق بعد البتاع وما تردش، طبعا قمه العبثيه بتضاف الى التاريخ اللي يعني اللي بيزيد عند الناس اللي فيه فعلا محاباه او يا سيدي تلاعب بشكل كبير جدا. بس ده كان يعني النهارده كل اخبارنا عن بن شرقي. بن شرقي لا لسه فيها امل، لسه فيها امل كبير ان شاء الله كمان على اداره الزمالك انها تسمع المره دي لصوتها هي الاول مش لصوت حد، لان هي عندها رغبه في التعاقد مع بن شرقي. ولو هي وانا اقول لكم على ملحوظه ثانيه في اخر كلمه في بن شرقي عشان كنت ناسيها كمان، لو مش بن شرقي نفسه عنده فكره اللي هو يكمل، لو ما كانش عنده فكره اللي هو يكمل يعني نية اللي هو يكمل ما كانش طلع. دي معلومة بقى ما حدش قالها لك، وفين المعلومات يا سيدي؟ اهو جزء تاني من المعلومات بقول لك عليها. ما كانش طلع فوق لمجلس إدارة نادي الزمالك وفي القعدة اللي هي بتاعة التجديد، واتكلم عن مشاكل كتير تخص الفريق في المقبل في المستقبل. يعني في مشاكل بتخص الفريق في المستقبل الفترة الجاية هو اتكلم فيها، فده يدل ان اللاعب عنده نيه اللي هو يقعد مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك عنده نيه في اللاعب. لكن هي مشكله
عدم تبويز العقود دي عامله مشكله لاداره الزمالك والعقد، فان شاء الله تخلص على خير. ودي كانت كل كلامنا النهارده، ونتقابل دايما على خير دايما. اه كان في كاس تاني بتاع فاينل، كاس تاني بتاع ثلاثة بتاع مصطفى فتحي 3-1 بتاع الاسيست بتاع شيكا ومصطفى فتحي، غير الكاس يعني كاسين في 12 سنه. ما علينا بقى، نسيته ده. يلا سلام، ونتقابل على خير دايما.